Yes, yeah. السلام عليكم. ما قلت والو كضحك ما فهمتش. حيت البريم اللي فات اللجنة قالوا لي الضحكة عندك زوينة خصني استغلها وأنا كنستغل فيها دابا. المهم خليو الضحكة في جهة. شوفوا معايا دابا أغلبية ديال العلماء والشعراء اللقب ديالهم كيبدأ بأبو. بحال مثلا أبو علاء المعري. هاد المعري راه محال يدوزو راه يقدر يقطعوا لك في المونتاج. وراه سميتو هو. عطيني شي عالم آخر. أبو تريكة. على هذا عالم هذا راه العاب ديال الكره صاحبي راه العلم يا اما تيكون في الراس يا اما في الكوداس غنوريك ماشي مشكل ماشي مشكل اعطيني شي عالم اخر ابو حسناء انت شكون هاد ابو حسناء عاوتاني اصاحبي مابقاش حك انا نعطيك عالم اخر وانت قول لي شكون هاد ابو حسناء انا راه كاع العلماء كنعرفهم ابو حسناء مستقبلا ان شاء الله يكون النسيب ديالي قلنا نقول سميتو في التلفازه ما ربنا ينقصنا شي حاجه في الصدر وتحنا في الدرب عندنا علماء بحال واحد ولد الدرب مسمين عليه والعالم العالم الكبير ابو راس يا قلنا ابو راس ما غنديروهش وعلاش وراه كتبان بحال كدق عليا صاحبي كيفاش كندق عليك وحنا اصلا كاتبين على راسك نسيت هاد ابو راس هذا مسمين عليه في الدرب راس العام وماشي المشكله حيت راسه كبير راسه كبير ومقرع تقدر كاع راسو طيب فيه ورق ديال البسطيله ما كاينش مشكل ما كاينش مشكل المشكل اللي كاين هو انني فين ما نتلاقى معاه خصني نقول ليه شي حاجه على راسو ما نقدرش نصبر يا راس الباف يا راس البقري يا راس الكوكوط يا راس البقري واش انت عندك البقري واش لعيبه اخرى وترى الاول داير 600 درهم والثاني داير 1200 هاك وزير معايا قول لي كيفاش غير معايا المشكل كبير نهان مات ليه باه تخيلوا معايا مات ليه باه والناس كتبكي ما مشى معك باسا والناس كتعزي فيه وانا المشكله انا صاحبه مشى معك انا صاحبه انا خصني عزي ما مشى معك باسا حضرت راسي غير باش ما نشوفش ليه في راسه مشى معك باسا سامي وهو باغي يعرف شكون هو هذا اللي جاي يعزيه لا 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 ما مشى معك بس الموت 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 ما مشى معك بس مشكله مشكلة خصني عزيه ما عرفتش ما نقول ليه وانا نقول ليه والبركة في راسك معلم العقوبة لك اخويا العقوبة الله يحفظك وكاينين عندنا واحد العلماء في راس الدرب ما عندهم ما يدار وكيبغيو يعمروا الفراغ ديالهم اش كيديروا كيبداو يديروا خير في عباد الله كيبان لهم شي مول الموطور جاي مول الموطور الضد شاعل صاحبي ديال الكاسك راه ديباناج كاينه في الدورات وكيمشي يجري حتى لعند مون طاكسي مون طاكسي وقول له تحل الباب وتعاود تسدو راح يتسد على التكشيطه ونديرو خير وداك العلم ديالو مره مره كيبغي يطبقو مع الامن الشاف واش داك الشاف سمع واحد الدقيقه مرحبا الباب من اللور مردود خاصك تسدو سير فحالك سير طلعت الناس سير احنا خفنا عليكم لا يطيحوا لكم الشفاره والمجرمين بغيناكم تضيعوا ياك هادشي اللي قلناه كالشاف شوف نعم عرفت اش غدير طلع طلع وسد معاك الباب من الداخل طلع اسمح لي يا امي اسمح لي سير فحالك سير فحالك وكاينين عندنا في الدرب شي بحالك باس لينا صاحبي ولاو كيطيروا ولا كيبان لك دري صغير قدو قد مناضه ديال جوج دراهم ودايزه من حداه دري كبر منه وبلا حشمه بلا حياه كيتبسل عليها شوفي نكبر ونعجبك ولاو دا
مصريين هاد البعالك هاد. انا بكل صراحه نقولها لكم، فاش كنت صغير كنت انا هو الدمدومه ديال الدرب. اها كنا كنلعبوا كره في الدرب وكتخشى لينا تحت الطوموبيل. الدمدومه اللي كيهبط يجيبها وبكل تواضع. عرفتي كنهبط نجيبها وكنبدا نتمرمد. والواعره شناهي؟ كيبان لك الدريات لاعبين لاسيك وكاري وهو باغي يعيق عليهم، وكينوضوا هذوك العلماء اللي واقفين في راس الدرب كيبداو يبيعوا العجل. سي 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 والوالده كطل من الشرجم. ياك يا وليدي ايوب كتمرمد، هو الا بقات فيك سي ليا. عرفتي كنهز الكره وكنحسب راسي درت شي حاجه. اودي وكنتي دمدومه صاحبي. علاش ما عمرك سمعتي بالعالم ديال الاولى؟ لا وراه هو هذا اللي خلاك كتمرمد قدام هذا الجمهور. اتقعد. دابا عند راسك درتي شي حاجه وضحكتيهم عليا. راه انا ما بغيتش نقول لك لعب هذا الدور هذا حيت راسك كبير ما يتخشاش تحت طوموبيل. تقعد. Merci.